السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المترشحة بالجنان عابير مجلس الشعبية الولائي أرندي، ترشحت بكل أمل ورغبة لتغيير واقعنا المعاش، لذلك انخرطت في هذا الحزب الأرندي. هدفنا رقم 1001، نتمنى من الشعب تاعنا ما يحاربوناش بالعزوف لوجه الله تعالى، ما تحاربوناش بالعزوف. لذلك ماذا بكم تروحوا بقوة لصناديق الاقتراع وبقوة وانتخبوا على الرقم 001، كلنا أرندي إن شاء الله، المير أرندي والمجلس الشعبي الولائي أرندي، وشكرا. تحية خالصة إلى كل سكان ولاية سطيف، ونطلب منهم الالتحاق يوم 27 من هذا الشهر إلى مكاتب الاقتراع، وأخص بالذكر الفئة النسوية، لازم يروحوا وبقوة عفوا، لأنه راهو الحماس في القاعة خلانا يعني وجوه نيرة، كفاءات شابة. نطلب من كل سكان ولاية سطيف الالتحاق بالاقتراع ويعطيونا إن شاء الله 001 للبلدي و 001 للولائي، فيها كفاءات نزهة، فيها شباب، والله ما راحين تندموا، جينا بنية صادقة للتغيير والجزائر الجديدة إن شاء الله نروحوا لها أجمعين. والله ولي التوفيق وشكرا.